الايمان مدينه الجديده يتيمة الام ابتاعي كان مريض مرض عقل توفى دابا عام وشي حاجه أختي مرضات نفس المرض ديال الاب ديالي يعني. والحمد لله تعالجات واحد شويه كما كتشوفوا دارنا غادي تريب على اختي واخويا يعني واحد الحاله يرجع لها احنا كنا في الاول حنا هم العائله الطوب العائله الكامله من بعد ولينا اصغر صفر ودابا كما كتشوفوا انت كلها غادي تريب و الناس الام ديالنا يعني شتتنا بزاف يعني عائلتنا معقلوش علينا كل واحد كلا, فينا كيما ما بغى خداو حوانتنا خدونا رزقنا اب تاعي كيما الدار كتشوفوا فيها راه دارنا ايه ولا كيعطيو صدقه واش هو دابا هذا دا واش الدار هادي واش هو بابا كان كان مربي واش هو مربينه هو راه ولدهم يعني خوهم خاصهم يكونوا كاسبين ليه الدار ديالو في سميتو كما كتسمعونا الناس ودابا الله يجازيكم بخير انا غنوريكم اي حاجه في الدار غتشوفوها بعينيكم باش تعرفوا بلي انا كنقول الحق وما تنكذبش الاخت تاعي يعني هي الاولى اللي عانات فينا كاملين هي الاولى المسكينه اللي عانات اكثر من هذا الشيء كامل تصوروا معايا ات ام تاعي في 2004 انا نعاود لكم من الاول ملي كنا بعدا في 2004 في الاول حنا كنا عايشين كاي عائله مجموعين بعدياتنا يعني دا حكي لاعبين الحانه الاسره الام وكلشي كان عندنا جوج حوانت واحد واحد فيه الذهب واحد فيه النقرة ماتت الأم ديالنا أبتاعي أصلا قبل كان مريض شوية ولكن من مات الأم تاعي وهذا بابا زاد علينا مرض بزاف حندخلوا فينا دخلوا لنا عائلتنا الأخص عمامي واختي خرجوا من المحال ديالها قالوا لها خرجي انتي غادي ت- غادي تسالي الذهب كامل ديال خويا خرجي منه دخل عمي المحال ملي دخل المحال خواه يعني ما يعني استغلوا استغل داك المحل كامل اختي مسكينه بقات بقات معاهم في السرعة كتخاف منهم يعني احنا كنا كنخافوا كنا من عمامي كنا احنا سيطرين من واحد السيطره ما نقولش لكم يعني كنت نخاف منه بزاف بالاخص عمامي صافي من بعد مني من بعد مني طرا شي كامل دخلنا جينا بقينا جالسين معاهم كان كانت الدار كامله كانت كلها ورثه يعني كانوا جالسين فيها عمامي عماتي كل شيء كان الدار مهم عين فيها بعد واحد النهار قرروا انهم غادي يقسموا يديروا يعني غادي كل واحد ياخد حقه ديالو مني جاوا يقسموا بابا مسكين يعني كنت قلت لكم بابا مريض يعني فاقد الاهليه يعني الأقل ما عندوش مسكين نادو قالوا غادي نمشيو نقسموا يلا معانا انا كسا عاديش لاكارطونسيون باقا صغيره اختي خويا كذلك عاديش لاكارطونسيون اختي مسكينه ما بغاتش تمشي معاهم يعني واخا خافاش خافش منهم ما قدرتش تمشي معاهم يعني قالت خليهم يديروا اللي بغا ملي مشينا ملي مشينا صافي قسموا داكشي اللي بغاو الحانوت ديال الحانوت دي الحانوت ديال بابا ماشي تمشي ماشي في ماشي, في ماشي مع الورد ديال بابا ندخلوا دخلوا لي عمي دخلوا لي مع الورد واش هاد واش الناس هادشي معقول هادشي ماشي معقول واش الحانوت ديال بابا دي بابا, دي. بابا ديالو ديالو هو سميتو هو ودخلوا لي مع الورد ديالو ما يمكنش ملي جينا للدار نقز عمي قال لي وا خويا لي المحل قال لي علاش علاش اخويا اخو لك المحل يعني بابا مسكين في العقل قال لي صافي راه بعت لك بعت لي المحل صافي بعت لي المحل صافي غتخرج من المحل بابا ما تسوقش يعني مريض ما عرفش مريض مريض ما فهمش وما عرفش صافي حنا بقينا ما ما عارفين والو ما فاهمين والو ما عارفين والو صافي من بعد قلنا وقال هذا الشيء وقال عاد في ليا وقال ما ما العقل ما عندناش حنا كاش العقل نهائيا الحانوت ديالنا الصغير اللي عندنا فيه مشكل كبير بزاف صغير الصغير صغير ام تاعي متوفات ماما شريا ستاروت نادموا المحل مول المحل ناد خرجنا من المحل قال لكم صافي خرجوا حيت ماما الله يرحمها قبل كانت هذا شي نزاع مع مول المحل ناض عنده هويا شكارة كما نقولوا شكارة عامرة خرج خرج خرجنا من المحل انا وبابا بابا الساعة كان جالس واخا مريض كان جالس فيه من خرجنا من المحل صافي دعيناهم في المحكمه وجا وجا كل شيء كل شيء صالحنا المحكمه التجاريه المحكمه كل شيء صالحنا عندنا عندنا كل شيء ادلة كل شيء عندنا يعني كيعطينا الفلوس يعني هذا الملف هذا اش نقول لك مرقدينه في المحكمه ما يمكنش تحط عليه يدك هو بالذات عنده عنده ما عنده الناس وعنده المعارف كيعطيه والسيده اللي كندويك عليه راه توفى دابا الله يرحمه توفى وهو في الحق ونفضل الباطل صافي احنا بقينا في دارنا هنايا من توفى من توفى الاب ديالي مشينا بغينا كاي كاي عائله بغينا حق ديالنا مشينا ندور الحق ديالنا بغينا ندخل محالنا قال لك عمي لا باك بيع عليا مع باك مع ديال الحام ما كاينش كيفاش بابا بيع لك بابا مريض مريض عندنا شويه ما بابا مريض فيه من 92 وفيه وفيه المرض قليل وكثر كاع يعني حنا عندنا عندنا كل شويه طبيه كلها كتبت بلي بابا كان مريض صافي من بعد جينا بحالتنا بقينا مخشيين هنايا في الدار انا تزوجت من تزوجت شحال عيا الله بواحد الناس ولد الناس جا خطبني واخا اه الناس ما بغاو ما بحال يحقروني يعني قالوا سمعه يعني هذيك بنت كيقولوا بحال هكا بنت الحمق غادي تزوج وهذاك الشيء كواحد واحد قال لي هضره واحد كان قال لي هضره ولكن هو ما ما تقبلش قال لي واديك البنت انا بغيتها انا باغي هي ما باغيتش فاميلتها ما بغيش عائلتها انا بغيتها هي صافي هي هذيك تزوجت فيها بسم الله ورسولي يعني, يعني كده بنا كيغي كيغي كوما سير ديالي أنا يعني كنقول لكم دابا انا كون تزوجت كي غاتكلش كي غيكون مصير ديالي انايا اه كي غيكون مصير ديالي الحمد لله من طاقه لهاد الناس هاد كنطلب منكم الناس كتشوفوني الله يجازيكم بخير رحمونا الله يرحمونا حنا حنا ما بغينا 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 عدانا صوب ما بغينا والو بغينا عدانا فين فين نستقر اختي وخويا خويا يعني نجي وانا فرحانه نجي نشوفهم وانا ضاحكه ومشي مرتاحه انا نوصل هنا ونوصل أنا مرتاحاش من جيتهم الله الله لي عالم بيا الله لي بيا تي تبنا حنا صغار ما حقلوش علينا ما عقلوش علينا كلاونا بزقنا. كلونا في كل شي. الله ياخذ فيهم الحق هذا عليهم الله الله الواحد لوحده الله هو اللي غالب بكل شيء